يا سمري، كيف حالك؟ مساء الخير من السودان ليكم يا أولادي، يا المواطنين كلكم في الغربة. إن شاء الله ربنا يحفظكم. والله سمعت الأغنية ورجعتني لزمن بعيد يا حبيبي، ربنا يخليك ويديك العافية، وصوتك جميل وحنون، ذكرتني عمك محمود أبوكم الروحي، عليك الله بس غني الأغنية دي وخلي ذكراه دائما في خشوم الناس وفي أضان الناس. والله عجبتني عجب، ويعني دعيت لك بالخير إن شاء الله. إن شاء الله دائما أنتم طربانين ومبسوطين، ربنا يغطيكم ويغطي عليكم إن شاء الله، يديكم العافية ودائما مبسوطين وفرحانين. وشكرا شكرا، ألف شكر لك يا ولدي. ماما فاطمة مدني. أغنية الزاهي في خدرو ليها قصة، كتب الساق محمود أبو بكر، والساق هي الرتبة في الجيش بتعادل الرائد الآن. والساق محمود أبو بكر من أغنياته المشهورة إيه يا مولاي إيه من حديث أشتهيه، وأيضا كتب صهي كنار وضع يمينك في يدي. كتب أغنية الزاهي في خدرو عن قصة حب مع فاطمة مدني وهو تزوجها، وفي شهر العسل كلف بأنه يمشي ليبيا مامورية للجنب الشمال وكفرة، وكانت هي حرب العالمين. فمن شدة حساسية فاطمة مدني ما حب يكلمها بالمامورية دي، وكلف أخته إنها تبلغها بعد ما هو يسافر. طبعا السفر كان بالقطر إلى الشمالية، ومن هناك بالعربات إلى الكفرة والجنب الشمال. في الطريق كتب الزاهي في خدر ما تألم، والخدر مكان احتجاب المرأة. الزاهي في خدر ما تألم إلا يوم كلموه تكلم، حن قلبه دمعه سال، هف بشوق قالوا ليه القدر تقدم، وكفر نيران زي جهنم، أرخى سمعه وجر دمعه البرق سمعه، قالوا هال كلموه ألموه علموه الانفعال، كم تألم ما تكلم إلا تمتم في المقال. باهي كل ما قال له كلمة خدت كلمة كالنبال، لو تراه في سماه النور كساه الجمال، كنت تعلم كيف جهنم وتحرق الجنب الشمال. وهي من ألحان الأستاذ أحمد المصطفى. كلموه ألموه علموه الانفعال، أرخى سمعه وجر دمعه برق سمعه، قالوها كم تألم ما تكلم إلا تمتم في المكان، قالوا له القدر تقدم كفر نهرنا زي جهنم، حن قلبه دمعه سال، هف بالشوق لكم منا تحيات النديات محمد السمري وحسن صلاح طه.